كان محمد بن سلطان يتحين الفرصة ويشحذ العدة والهمة لأن يشارك في حملات التوحيد بقيادة الملك عبد العزيز، التي بدأ صيتها وسمعتها بالانتشار بين بلدات نجد والجزيرة العربية. شأنه في ذلك شأن أسرته من قبل والمواطنين السعوديين. كان الجد محمد شغوف بالتعلم واقتناء الكتب، وكان يوصي بعض من يذهب إلى مصر ببعض الكتب لإحضارها له، وكذلك كان اهتمامه بالفروسية، ولذلك اهتم بتربيتها واقتنائها. كان تعامله مع الأسرة أو مع أقاربه أو من سائر من عرفهم بتعاون سلس وكريم، وكان يساعدهم بقدر ما يستطيع، وكان من ذلك محبة الناس اللي حواليه لها الشخصية. فمحمد بن سلطان اكتسب الرغبة وهالشغف في تعليمه وفي خيله من أسرته، من والده، ولذلك بدت لديه معرفة كيفية علاج الأمور التي حواليه بيسر وسهولة، سواء كانت في القضايا اللي تعرض عليه أو سواء كانت في العلاقات بين الأشخاص.